هات زميلك وتعالى. انت شغال في المطار يا سيد؟ يلا يلا. باسم خطف فسنت وطالب 100 مليون جنيه. عملت اتصالاتي وقلبت عليه الدنيا. مش موجود في ولا لوكاندا ولا بنسيون في الغردقة كلها. حضرتك متأكد انه في الغردقة باشا؟ ممكن براها. لو كان فات على اي كمين من الاكمنة كانوا جابوهولي مربط. طالما في الغردقة باشا اعتبره تحت ايدك. يلا بينا يا سمرة. واللي حصل جوه ده يا سيد بجد ولا جرافيك؟ يا اخي فوق بقى لا تفضحنا. 100 مليون جنيه؟ يا لهوي يا ماما. يا ارنولد بقول لك ايه، اجمع لي كل الجردات والسناني على البحر. انا جاي حالا بقول من سالم بيه. ايوه يلا بسرعه. يلا يا سمر يلا، هو شهر عسل. يلا جرى يا سيد، احنا مش هننام شويه؟ مش هنريح؟ يلا ماشي. يلا. طبعا كلكم عارفين باسم ابن اخو سالم بيه. عيب قوي نبقى موجودين كرجاله لسالم بيه وبنته تتخطف من وسطينا. عشان كده انا قسمتكم مجموعات. مفيش سمسار فيك يا غردقه غير لما تسالوه. فيلل، شقق، مراكب، تجيبهولي من تحت الارض. واي حد فيكم يوصل لاي حاجه يبلغني. محدش يتصرف من دماغه. مفهوم؟ مفهوم يا سيد. يلا توكلوا على الله. يلا رجاله. سمعه تعالى يا ارنولد، انت تعرف الغردقه غيري راح فين؟ مش شغال انا مع الظرف دي ولا ايه؟ يلا بينا. السلام عليكم يا عم مرزوق. قدامك يا باشا. لا العفو، بقول لك ايه، ما عداش عليك واحد كده فرحان بجسمه بيلعب في مناخيره وتحسه تنك من يومين ثلاثه عايز حاجه اجار؟ لا والله. انت متاكد؟ يا باشا عيب عليك، دي لقمة عيش، زبوني ما انساهوش ابدا. ماشي. مش ناوي تتكلم بالذوق؟ خلاص يلا. سكت يعني؟ ايوه سكت. ما انا مش فاهمه اعمل ايه علشان اريحك. دليني على مكان بسنت، هي ايه؟ هي معضله. اهدى بس واسمعني، انا ماليش في الكلام ده. امال ليكي في ان انا هموت مقتول على ايدين حد من صلبي؟ اهلي من صلبي حد يعملني. اسمعني استنى، انت ليه مش عايز تفهم ان كل حاجه وليها ناسها؟ أنا ماليش في الكلام ده، ما بفهمش فيه. خلاص، دليني على اللي بيفهم. اطمن، اطمن هتلاقيها صدقني. ده ابن عمها في الآخر يعني مش هيأذيها، وطول ما هو مستني الفلوس هيحافظ عليها. أوه. سالم. أيوة جمال باشا. إيه الأخبار؟ الأمن أكد لي إن عربية بسنت ما عدتش على أي كمين. ومدير الأمن أكد لي بنفسه إن رجالته قلبة الدنيا عليها. إن شاء الله خير. يا رب. يبقى طمني يا سالم. طبعًا من غير ما تقول يا باشا. لو عرفت اي اخبار هطمن عليك. مع السلامه. لا ما خدش بالي. ما خدش باله؟ ها ما خدش باله، لكش نصيب فيهم. يلا بينا. لا ليه نصيب؟ ليه نصيب؟ حتى بالاماره هو شايف نفسه حبتين تنك ما يتخيرش عندكم. ايوه هو التنك ده. تعرف بقى تدلنا عليه حلو؟ اعرف، بس انا مؤاخذه انت بتدور عليه ليه؟ ومين معايا؟ ايه؟ شكلها باين عليه ايه؟ جردات؟ حكومه يا ابني. اجدع ناس، اجدع ناس حكومه بلدنا. اجيب مفاتيح عربيتي واهرب. اهرب؟ وهحصلكم. تعال احنا هنرجعك بعد ما تدلنا عليه. حتى لو ما رجعتونيش انا عارف اشغلكم، انا اعرف ارجع لوحدي. انا كنت افضل محلي انا. محل 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 ايه فيلو يا سيد؟ الراجل ده بيتخيل. تعال يلا. انزل. ايوه هنا سعادتك. اقف هنا سعادتك. ايوه ايوه هو الكوخ ده. تأمره بحاجه تانيه بهوات؟ لا تمام، اخلع انت بقى عشان هيبقى في معارك وضرب. ولا معاك طبنجه؟ معيش حاجه والله. لا انا عندي احساس ان معاك طبنجه. والله ما معايا حاجه. سلام عليكم. على فكره انتوا مش حكومه، مفيش حكومه تنكا اليومين دول. ارنولد
خليك في الحته اللي ورا دي عشان لو حاول ينط بيها من الشباك. حاضر يا سيد. بقول لك ايه؟ عايز ارجع بيه سليم، مش عايز غباوه. ضرب يوجع ما يعلمش. ما تخافش يا سيد، هيوجع مش هيلحق يقول اي. سمعه. اي؟ لا سمعه ما جاش النهارده خيال. تعالى وانا هفهمك كل حاجه. يا سيد انت قال ان في ضربه نار وكعبات. تعالى. ماشي. خايف اكون حاطط لك حاجه في العصير؟ حركات البلد دي مش بتاعتي. يا بنتي اشربي. انت اللي اكلتي لو شربت حاجه من امبارح. خصماني؟ عايزك تفهمي ده بيزنس، بيزنس. انا لحد دلوقتي لذيذ قوي معاكي. لو صوتك طلع ما تكلميش غير نفسك. هنفضل قاعدين ساكتين لحد برضه ما يزهق ويمشي. فاهمه؟ مين؟ النور. مفيش فلوس، عدي الاسبوع الجاي. لا احنا مش بتوع فلوس، احنا هناخد القرايه بتاع العداد بس. بعدين بعدين. لا بعدين ايه يا فندم؟ اصل انا جاي من مشوار بعيد جدا يعني، ويعني يا ريت تفتح لي عشان اخد القرايه وامشي. استنى استنى. ايوه افتح لي يا رب، تفتح لي اخد القرايه وامشي. بص تحت رجليك كده، شايف حاجة؟ 50 جنيه. خدها وامشي. أخدها وامشي؟ 50 جنيه؟ أنت بترشيني، ده أنا أجيبه الحكومة هنا. 50 جنيه حرام عليك، وإحنا بناكلها أكلة نظيفة ما فيهاش حرام. 50 جنيه حرام عليك، أخد القراية وامشي. وبعدين فين الغبية ده بقى؟ طب ثانية واحدة. مش عايز اسمع ولا نفس ولا صوت. ها امال فين الانبوبه اللي انتوا عايزين تغيروها؟ انبوبه ايه وزفت ايه؟ العداد دي العصايه. فكها يا سمعة. فك مين؟ فكها يا سمعة. أنا طلبت يا سيد. أقول لك فكها وافتح لعره. وأنت رابطة ليه نفسك كده؟ مش فاهمك.